لكن خليني أبدأ مع حضرتك من الآخر. مسلسل الحشاشين لو هنبدأ بقى نفصل في الأعمال الدرامية اللي كانت المتحدة رائدة فيها وسباقة فيها. مسلسل الحشاشين مثلا مسلسل ملوش علاقة بالإخوان بشكل كده تاريخي، يعني احنا بنتكلم عن حسن الصباح قائد جماعة شيعية تنتمي للطائفة الإسماعيلية في القرن الحداشر. ايه علاقة ده بالإخوان حتى تنشأ هذه الحالة الهستيرية الرهيبة وانتقاد المسلسل من أول حلقة ابتداء من اللغة المستخدمة لاختيار الفنان واختيار يعني كريم عبد العزيز والرائع بيتر ميمي بصمته البصرية الواضحة وعبد الرحيم كمال المبدع، انتقدوا كل ما يتعلق بالحشاشين. ليه الهستيريا دي حصلت؟ في الحقيقة هو جماعة الإخوان الإرهابية عندها هستيريا من ساعة ما بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن هي تقدم أعمال بتكشف حقيقتهم للشعب المصري وللعالم كله. مسلسل الحشاشين يمكن ما كانش هو بشكل متخصص بيتكلم عن جماعة الإخوان، ولكن هو في إسقاط نوعا ما عليهم. هم عندهم حالة الذعر دي من قبل ما المسلسل أصلا كان يتعرض في رمضان، عشان كمان مسلسل بيتكلم عن جماعة متطرفة من أخطر الجماعات الدموية اللي جت في تاريخ مصر. في تشابهات كتير ما بين الفكر هنا وما بين فكر جماعة الإخوان. ده كل ده كان عندهم تخوف منه من قبل ما المسلسل يتعرض. فلما شافوا البرومو، لما حسوا إن في عمل هيتعمل على الحشاشين، بدأوا إن هم يهاجموا العمل تخوفا من إن يبقى في إسقاط عليهم زي ما شفنا في الأعمال اللي سبقتها في السنوات الماضية. الإخوان يمكن في تشابه ما بينهم وما بين الحشاشين في الفكر، فكرة إن أنت بتبايع، فكرة إن أنت بتستهدف الأطفال من الصغر، إن أنت بتبدأ تجندهم، تبدأ تعشمهم بالجنة. وما هو أخطر كمان فكرة البيعة والولاء والطاعة بالزبط. يعني في بعض المشاهد اللي هو ارمي نفسك من فوق السطح، قتل الإنسان لنفسه بدون تفكير أو نقاش، وده ممكن يكون يعني أوجه التشابه أو النقاط المشتركة بين الإخوان الإرهابية وجماعة زي دي. فرقة الموت، إن كمان أنت بتضحي بحياتك أو بتروح تقتل أشخاص أبرياء بدم بارد مجرد أن أنت هتدخل الجنة، نفس القصة برضو عند جماعة الإخوان الإرهابية. الولاء والبراء بالضبط. نقاط خطيرة جدا، وأعتقد دي جزء من حالة الهستيريا أو تفسر لنا حالة الهستيريا. وبرضو يمكن كمان انتقادهم للمسلسل بسبب أنه قدر يجتذب شريحة عمرية مختلفة، يعني أول مرة نشوف الشباب أو المراهقين بيستمعوا أو بيشاهدوا مسلسلات تاريخية مثلا. مزبوط. ده مش بشكل مألوف أو دارج الحاجات اللي بيفضلوها. هو ده الهدف اللي كان الشركة المتحدة من ساعة ما بدأت أنها تقدم الأعمال الوطنية، أن أنت توصل لكل فئات المجتمع، أن أنت تقدر تخاطب الـ الأطفال، تقدر تخاطب النساء، تقدر تخاطب الشباب. وفي الحقيقة ده نجحوا فيه بشكل كبير جدا، خاصة كمان ان انت بتستخدم احدث الامكانيات في التصوير، في ضخامة انتاجية عالية، انت قدرت تمزج ما بين المتعة الفنية وما بين ان انت كمان الترفيه والرسالة، وان انت توصل رسالة وتكشف حقائق الجماعات الارهابية سواء بداية من الحشاشين في القرن الحداشر وكمان الاعمال اللي شفناها على جماعات الاخوان الارهابية.